تبيعها. شنو قعد لك الباهي والخايف في الاكسبيرينس الاولى مع الكلوب؟ اذا كان حاجه باهيه شنو نجم نقول؟ حاجه باهيه عرفت برشا ناس رجال، انا ما عنديش حتى حاجه خايب راني في الكلوب. حاجه بركه اللي صارت لي مع سي قيس، والله لا اقسم بالله العلي العظيم ما عندي حتى مشكله في الكلوب. باش ما دامش بنت عليه شنو صار مع قيس يعقوبي؟ بالله باش نكون معاك صريح، اول ما جاء عيط لي وحدي حكي معاه قال لي معمل عليك وراني مانيش باش نجيب ريجيسور وراني باش نعمل عليك وانت فهمتني وقتها هزين شامبيون راني ولاعب وقتها على لاعب 19 ماتش في الشامبيون وقتها هزين 2015 بي كوتش مريقل قال لي تمشي هك والله العظيم نحكي معك سيرور قال لي تمشي ساعة حجم مشيت حجمت اقسم بالله ليه مشيت حجمت كل اللي يعطيني كونسين انا نعملها قال لي تمشي تحجم وتتريني لي سيريو وتشد الريتم بريود هذيك شد لي سيريو وجوي به يعمل ماتش اميكال الاول يهبط 23 جوار وانا ما يدخلنيش ما صار حد شيء بيناتكم قبل اقسم بالله لا نعرف ولا يعرفني اقسم بالله على فكره تسامحنا وجونا به سي بون تسامحنا فهمتني تقول كيف تسامحنا ماتش اميكال لو نحكي دخل ثلاثة جاردينيات وانا ما دخلنيش الماتش الثاني كيف كيف الماتش الثالث وليت نبكي بكيت بالطبيعة هبط الناس الكل ثلاثة جاردينيات دخلوا وانا لا في زويت اقسم بالله نحكي معاك راني سيري وليت نبكي مشيت للفستير جيت قلت له بست حباب وكل رجولي كرجولي قلت له كوتش انت باين ما حشتكش باهي خلينا نخرج بري ولا سباس اخري انت ما لعبتنيش ثلاثه ماتشات اميكال ونحن باش نبدا الشامبيونه اش معنى ما حاسوش بيه فوالا رغم اللي حكي معاك لا ماخر معنا اول ما جا فوالا هذه اللي انا اللي مرض مشيت نذكرها كي تو سي عبد السلام يوسي كان معنا مسؤول وقت قلت له سي عبد السلام يحبني برشا قلت له راه باين ربنا ما حاسش تجيبي ربي والله جيت هكا من لوط قلت له راه هكا وهكا نحب نخرج بري ولا سيدني فسخ لي خلينا نمشي قال لي ليه راه لونترونير حشتو بيك اي ايش تفهم انت كيك رجعت نترين نفس الحكاية ما تشوت اميكال باش يعمل قسمة في لونترونمون انت في الحكي تسلك حاجة كيش تعمل بلكش عملت بلكش عملت حاجة مرة اقسم بالله عملت له حتى شيء نجم فما شكون وصل له كلام عليك ما نعرفش والله لا نعرف والله ما نحبش نتهم حتى وين انا نحب نعرف علاش وقت اللي يحكي معايا تيتا تحكي كلام وقت اللي باش في الفعل ما حكي كلام وانا وقتها راني من بعد الشامبيونان عديت عام به في الشامبيونان معناها سي حطيت مخي في الكوره سي باش ندخل في في ريتا ماخر فهمت وصار كلام بيني وبينه وتحل قطر وصار مناوشات خايبه بيني وبينه تعاركنا بالايادي ولا بالكلام؟ لا بالكلام ما نشوفوش بالايادي تعاركنا بالكلام عركه كبيره خاطر كنت نجم نعمل ذاك النجم ننسي كاريري نجم نعاود نعمل كاريري به. بالكش وصلوا له هذا الكلام تاع عدم انضباط حاجه هذوما. خاطر ديما ما عرفتش انت لحمتك حلوه والا صحيح يلقى عليك ديما برشا كلام. شوف شوف فما 50 صحيح و50 غلط نعم هي لحمتي حلوه منا ولا منا ديجا انا نعمل قهوه في حومتي توصل للمسؤولين يجي يقول لي راك شبيك قاعد في القهوه في لهنا شوف 50 انا غلط و50 راهو صحيح. بينما انت كي تجي تصارحني تقول لي يا جوار راني حاجتي بيك وراني باش نلعبك وراني مانيش باش نجيب لك في بلاستيك حتى حد انت للدرجه ما عندكش قلب ما عندكش ضمير لازمك معناها تلانسي روحك فهمتني انا بريود هذيك سيء نحيت كل شيء من مخي في اللي يتخمم فيه انت واللي يخمم فيه العباد ديجا تو الحمد لله بطلت يعني وصلت لنا الاصداء لا الحمد لله قالوا لنا خويا سلاوي العباده وليت الحمد لله الحمد لله يا ربي هذا كله بفضل ربي بفضل مرتي بفضل دار المراه هذه جابتك الاثنين والله مو يكذب عليك مرة تهزك مرة تطلعك راه يكذب عليك الحمد لله الحمد لله ايه كمل وين وصلنا ولا ذاك هو كنت على قيس يعقوبي هذيك هي المشكلة معناها فهمتني قلت لك مجد الخليفي كل ما تفهمش معاه زاد ليه ريت والله العظيم مجد الخليفي لا عمري حكيت معاه ولا عمري حتى ريتو كان تقبل مسؤول في الكلوب راه ما نحكيش معاه جمله انا ما نشوفش فيه مسؤول فهمتني ندخل فستير نلقاه حتى ما في باليش به مسؤول اقسم بالله العلي العظيم فهمت انا يعني كي باش نحكي معاك قلت لك راني ما نشوف فيه مسؤول مانيش نحقر فيه مانيش ماني نشوف فيه ماهوش يعمل فيه شيء فهمت يجي يقعد ويلعب يجي لي قليل من يجي يقعد يتفرج لا يحكي معاكم لا عنده كونتاكت بيكم الجمله والله العظيم عمره ما صار بيناتكم حتى كونتاكت عمري ما صار كونتاكت بيني وبين علاش قلت ما تفهمش معاه من ظهر لي قبل صرحت ما تفهمش معاه خاطر انا لك السكوتي نخاف منهم
فهمت اي يعرفوني صحابي السكوتي خاف منه خاف منه برشا السكوتي.